السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء. اليوم عندنا نموذج من نماذج فرض المرحلة الثالثة مستوى الثاني ابتدائي مادة اللغة العربية. إذا نبدأ على بركة الله. قرأوا النص جيدا. قريتي هي من أجمل القرى، فهي تملك طبيعة خلابة تزينها أشجار الزيتون وينابيع المياه النقية والجبال المتناثرة، ففي فصل الشتاء تأتي حبات المطر اللامعة بأشعة الشمس التي تغطيها الغيوم البيضاء المحملة بالثلج الأبيض، ثم يأتي بعد ذلك الفصل الجميل فصل الربيع، حيث تتفتح الأزهار لنشاهد قطرات الندى في الصباح الباكر على الورود الجورية البيضاء، ويزين ذلك المنظر الجميل صوت زقزقة العصافير بألحانها الشجية، فتكثر الرحلات في هذا الفصل الجميل، فترى الناس على سفوح الجبال حول الينابيع بين الأزهار والأشجار. هذه هي قريتي، هذا هو المكان الذي أشعر به براحتي مع أهلها الطيبون وأهلي وأحبتي. هذه قريتي أملي فرحتي. أضع علامة في الخانة العنوان المناسب. رحلة في القرية، جمال قريتي، أم الفصول الأربعة. إذا النص يتحدث عن جمال القرية. أصل بسهم كل كلمة بشرحها. تملك، هل معناها لها صوت جميل البراقة أم لديها تملك؟ إذن لديها، تملك سيارة، لديها سيارة. اللامعة البراقة. الشجية لها صوت جميل. إذن هذه المعاني. كيف هي الطبيعة في القرية؟ إذن لا، رجعنا للنص. طبيعة خلابة تزين أشجار الزيتون. إذن الطبيعة في القرية خلابة. ماذا يقصد الناس في فصل الصيف؟ إذن هنا في فصل الصيف تكثر الرحلات في هذا الفصل، فترى الناس على سفوح الجبال حول الينابيع. إذن يقصد الناس في فصل الربيع سفوح الجبال، سفوح الجبال والينابيع، والينابيع سفوح الجبال والينابيع. السؤال رقم أربعة. أكمل شبكة مفردات كلمة القرية. إذن القرية لها علاقة، في يوجد فيها الجبال، كذلك الحقول، الحقول كذلك يوجد في القرية الينابيع، الينابيع وكذلك يوجد في القرية الأنهار أو الشلالات إلى غير ذلك. صفحة الموالية. التعبير الكتابي. أرتب الكلمات الآتية لتكون ثلاثة جمل. لاحظوا هنا: جمالة قالت، وناسها، أحب سلمى، القرية الطيبة. إذا نقول مثلا: أحب جمال القرية، أي الجملة الأولى، أحب جمال القرية. الجملة الثانية: قالت سلمى جمال القرية وطيبة ناسها، وطيبة ناسها. إذن هذه الجملة يمكن دي.
إذن ألاحظ الصورة وأكمل العبارات. يشذب من؟ الفلاح. يشذب الفلاح النباتات، يعني يشذب يعني يزيل ما عليها من أوراق وجذور ميتة. ينظم الشرطي المرور. يفحص الطبيب المريضة. ألاحظ الصورة وأعبر عن مشهد في فقرة صغيرة. إذن هنا عندنا منظر الشلال، مناظر خلابة. إذن نقول مثلا الطبيعة الخلابة منظر جميل والاستماع لخرير المياه شيء رائع. نقول أيضا أحب مشاهدة مياه الشلال وقوة تدفقه. إذن هذا هو تعبير بسيط. نمشي للسؤال الموالي، التمارين الكتابية. أكمل الأسئلة بما يناسب. هي جبال القرية. جبال القرية مكسوة بالثلوج. إذن هذا الجواب حنا غنحطو السؤال، يعني جبال القرية مكسوة بالثلوج. إذن كيف هي جبال القرية؟ تتلألأ حبات المطر بأشعة الشمس. إذن نقول بماذا تتلألأ؟ يخرج القرويون للتنزه في فصل الربيع، يعني متى يخرج القرويون للتنزه؟ نمشي السؤال الموالي. هذه القرية جميلة، ما أجمل هذه القرية؟ هذا الجبل شاهق، ما أشهق هذا الجبل. أحب أن أذهب إلى القرية مثلا. أحب أن أذهب إلى القرية. سؤال رقم 3. أحول تلميذ القرية مجد يطمح إلى تحقيق أمله. تلميذا، إذن اثنان، تلميذا القرية مجدان يطمحان إلى تحقيق أملهما. إذن مجدون نقول تلاميذ، يعني الجمع تلاميذ القرية مجدون فصل يطمحون إلى تحقيق آمالهم. إذن الجمع. إذا نمشي للصفحة الموالية. هنا فقط عندنا الكتابة، يعني الخط. سوف أترك لكم رابط تحميل النموذج في الوصف. هنا أكتب حسب المطلوب، أكتب الهمزة المناسبة مكان النقط. إذا فؤاد، الهمزة تكتب على الواو لأنها ما قبلها مضموم وهي مفتوحة، الضمة تغلب الفتحة. فؤاد. فأر لأنها ما قبلها فتح والفتح يغلب السكون.
صائم تكتب على الياء لأنها مكسورة وما قبلها ساكن. يبدأ الفتحة تغلب الضمة هنا لذلك كتبناها على الألف. سماء تكتب على السطر. هنا أكتب التاء المناسبة مكان النقط. وصلت بالتاء مبسوطة. مدينة بالتاء مربوطة. زيت بالتاء مبسوطة لأنه ما قبله ساكن. ممحات بالتاء مربوطة. بنايات جمع السالم. إذا هنا فقط الإملاء. إذا سوف تكتبون ما يملي عليكم الأستاذ. إلى هنا نكون قد انتهينا حصة اليوم. الحصة المقبلة بحول الله. شكرا للمشاهدة وبالتوفيق للجميع.